النهاردة هنتكلم عن شابتر جديد، مش عارف. هنتكلم النهاردة عن في البيدو البيدياتيك دينستري، هنتكلم النهاردة عن شابتر التوث إيروبشن. طيب بيقولك ان the process of the eruption involves the movement of a change of position of the tooth from the deeper portion of the portion of the jaw into the oral cavity. يعني ايه؟ هي عملية بيحصل فيها eruption، خروج السنة، تمام؟ بتشمل ايه؟ بتشمل movement أو change في the position of the tooth. السنة تبقى موجودة في the deep portion تحت في الجو، يعني رفضنا الجو بتاعك، السنة تبقى قاعدة جوة تحت خالص في الجو، تمام؟ طب السنة دي تبقى قاعدة طبعا جوه في الجو بوزيشن معين، تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ قالك بيحصل ان هي بتبدأ تتغير في البوزيشن بتاعها، تمام؟ عشان تطلع لك فوق. هو عايز يقولك بس لغاية لما توصل لمنطقة الاوكلوزن بلان، هي المنطقة اللي هيبدأ يحصل فيها اوكلوزر كونتاكت مع السنة اللي فوقيها. يبقى عملية حصل فيها ايرابشن. ايه الايرابشن ده؟ حصل موفمنت او تشينج في البوزيشن بتاع السنه. السنه كانت قاعده في الديبر في البورشن اوف ذا جو تحت، تمام؟ بدا يحصل لها ايه؟ موفمنت او تشينج في البوزيشن بتاعها لغايه لما طلع انتل اتريتش، لما وصلت للاوكلوزال بلان طلعت فوق بقى خلاص حصل لها ايرابشن، تمام؟ وبدات تحقق طبعا اتشيف الاوكلوزال كونتاكت، ان هي تمسك كونتاكت مع الاوبوزنج تيس، تمام؟ طيب في عندنا حاجه اسمها الكرونولوجيكال ايدج والديفلوبمنتال ايدج. الكرونولوجيكال ايدج يا جماعه بنسميه ده اللي هو ميلادك، يعني انت مولود سنه، مثلا مولود مثلا سنه مثلا 2000، تمام؟ 99 98 ده كده اسمه الكرونولوجيكال ايدج بتاعك. اذا الكرونولوجيكال ايدج بتاعتك ده الايدج اوف ذا تشايلد اللي بتحسبه من يوم ما اتولد فيه، ده الطبيعي، تمام؟ طب وانا يهمني اعرف الكرونولوجيكال؟ ايوه طبعا يهمني. knowledge of the child chronological age and recording it, it is very important. ليه يا جماعه مهم جدا؟ اول حاجه مهمه عشان فاكرين البيهيفير مانجمنت اول محاضره شرحناها، تمام؟ فاكرين لما كنت اقول لك لكل طفل ليه سن معين؟ فاكر لما اقول لك عند سنتين، طبعا 3 سنين، فاكر؟ تمام. فسيليكشن اوف ذا بيست بيهيفير، تعرف احسن طريقه تتعامل مع الطفل ده ازاي، تمام؟ وتبقى مناسبه سويت للتشايلد از ديفينيتيفلي ايج ديبندنت، طبعا عشان تبقى مناسبه للطفل ان هي بتعتمد على عمر الطفل، تمام؟ طيب كمان يا جماعه تو ريليت ذا ايرابشن اند اكزولفيشن اكزو اكزفوليشن سيكونس اوف تيز، زي ما قلت لك كمان عشان تبقى عارف ان السنه مثلا دي هيحصل لها ايرابشن المفروض في سن كام. مثلا لو جالك مثلا عيان عنده 7 سنين، عارف انك بنسبه كبيره هتلاقي فيه مثلا السكس، تمام؟ البيرمنت، عارف انك هتلاقي فيه اللور انسايزر، تمام؟ عارف مثلا يا جماعه امتى اقول ان السنه دي المفروض تتخلع، امتى اكون عارف الاكزفوليشن يعني السنه هتتخلع امتى، تمام؟ ما يجيش مثلا واحد عنده 10 سنين مثلا ولسه مثلا اللور مثلا انسايزر، سوري اللور ايه اللي هم البرايمري لسه ما اتخلعوش، ببقى عارف لا هنا في مشكله، ببقى عارف الايرابشن واكزفوليشن سيكونس بتاع الاسنان بتاعي، تمام؟ مهمه جدا كمان يا جماعه عشان تقارن بين الدنتال ايج اوف ذا بيشنت مع الكرونولوجيكال ايج. يعني ايه يا جماعه؟ يعني مثلا العيان مثلا الكرونولوجيكال ايج هو العمر بتاعه، فرضنا مثلا عمره 10 11 سنه، والدنتال ايج نبص على اسنانه ونشوف بقه كده، لو انت فوق فكتك خالص من سنه الحقيقي تبص على بقه تقول له بقه ده يدي عمر قد ايه، انت فاهم؟ يعني مثلا طالع عنده مثلا اللور مثلا انسايزر وطالع عنده 6، نعرف ان هو بنسبه كبيره في سن ايه؟ بين سن 6 و7، تفهم؟ طب لو طلعت مثلا لقيت انت لما بصيت على اسنانه لقيت ال6 واللور فقلت ان هو من 6 ل 7، بتساله لقيته عنده مثلا 11 سنه، تعرف ان هنا في مشكله. فانت عملت ايه؟ زي عملت مقارنه بين الدنتال ايج اللي انت شايف اسنانه وبين الكرونولوجيكال ايج عمره الحقيقي، تمام؟ and if need to initiate. طب انت مهم جدا ليه؟ لو انا احتجت في وقت بعمل preventive، لو مثلا يا جماعه مثلا space maintainer interceptive، مثلا هعمل space regainer، طب هبدا بقى ايه؟ اعمل treatment، طرق للعلاج بتاعتي، تمام؟ طيب حاجه مهمه جدا يا جماعه السبيرت. ايه السبيرت ده يا جماعه؟ السبيرت ده يا جماعه الوقت اللي بيحصل فيه الجروس بتاعك. في حاجه اسمها سبيرت جروس، خدناها في الاورثو، تمام؟ فانت احسن وقت تعالج فيه الطفل ده في وقت السبيرت، تمام؟ طبعا هو وقت بيبقى بيحصل فيه بلور عند البنات عند حوالي 12 13 سنه والرجاله من 15 كده، تمام؟ يبقى انك تبقى عارف الوقت بتاع اللي هو جروث سبيرت از فيري امبورتنت عشان تريتمنت بلاننج از جروث موديفيكيشن. جروث موديفيكيشن انك تعدل في الجروث بتاع العيان ده احسن وقت السبيرت، تمام؟ سواء بقى فانكشن اند اورثوتيك، طبعا انت بتقدر تستخدم اورثودونتيك بقى وفانكشن قبل، يعني تستخدم قبل بنساء والكلام ده كله، ده احسن وقت اهو. بيتر ريسبونس ديورينج ذا بيريد، احسن وقت هو الجروس سبيرت تعالج فيه او اللي يحصل الاستجابه فيه، تمام؟ طب حاجه مهمه جدا، في امراض مثلا يا جماعه بتحصل في سن صغير لازم تكون عارف فيها. سيرتن ديزيز اوكر ان سيرتن ايج جروب، سو بينج اور انك تبقى عارف الكرونولوجيكال ايج ده هيساعدك في انك تعمل دايجنوز لبعض الامراض الكتيره جدا، فاهم قصدي؟ طيب ده زي ما قلت لك بيز معتمد على الايدج فاكتور، العمر، جميل جدا. طيب
developmental age. قال لك ده estimated dental age. ايه developmental age بقى؟ developmental age يا جماعه اللي انا بقى بشوفها في بوق العيان. developmental age ده بقى اللي انا بشوفه في بوق العيان. يعني فاكر لما كنت اقول لك تعمل مقارنه بين الدنتال age والكرونولوجي؟ هي الدنتال age هي developmental age. تمام. طيب اذا الديفلوبمنتال ايج ده الاستيميتد، يعني ايه استيميتد؟ يعني انا بصيت في اول عين وبدات اتوقع عمره قد ايه اون ذا انديفيدجوال. اوبتين فروم ذا ستيج اوف الدنتال ديفلوبمنت، تبدا تبص على الدنتال ديفلوبمنت بتاعه الموجوده في الشخص اللي قدامي. تمام يا جماعه، زي ما قلت لك تبدا تي يعني ايه تتوقع الكرونولوجيكال ايج بتاعه. تمام جيمنج دي يعني بتبدا تقول لك هو استيميت، تتوقع هو سنه الحقيقي كام، تتوقع البيرث داي بتاعه كام. تمام. طب اذا يا جماعه الدنتال ايج ده، دي حاله من الدنتال ماتوريشن. زي ما قلت لك ايه الدنتال ايج، انا ببص لبول عين واشوف ده، بشوف الماتوريشن بتاع السنه قد ايه. تمام يا جماعه. طب اند از ديترمايند، تفضل طبعا الدنتال ايج بتفضل تحسبه لغايه سن 18. تمام. بعد سن 18 خلاص الدنتال ايج انت فاهم خلاص، يعني مش هتعرف تحدد الشخص ده من 20 من 25، هتعرف تفرق بين 20 و25 في الاسنان؟ لا خلاص. فالفضل الموضوع ده لغايه سن 18. تمام جميل جدا. بعد سنة 18 خلاص الأسنان كلها بقت كله شبه بعض، بقى كل الأعمار شبه بعض. طيب الـ development of teeth، الأسنان اللبنية أو primary teeth بتبدأ عند كام؟ عند سبع أسابيع. حاجة اسمها WIU، W intrauterine. تمام. أو اللي هو weak intrauterine، عشان لو جات في الامتحان weak intrauterine. في حاجة اسمها MIU، دي حاجة اسمها months intrauterine، فرق بينهم. تمام. هنا دي ويك انتراوتراين. طيب يبقى احنا قلنا البرايمري تيز هتبدا عند سن كام؟ هتبدا عند 7 اسابيع دخل الرحم. طب الكالسيفيكيشن، ركز في كلمه كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن بيحصل عند سن بيحصل عند كام؟ قال لك بص لو هنتكلم ككلاسيفيكيشن سوري كالسيفيكيشن، فالكالسيفيكيشن بتاع البرايمري تيز بيبدا عند 3 ل 4 بص ايه مانث انتراوتراين. يبقى عندك في دي ام اي يو دي دبليو اي يو، فرق بينهم. تمام جميل جدا. يبقى البرايمري تيز هتبدا عند 7 اسابيع. تمام. هتبدا البيجين، يعني ايه البيجين برضه مش فاهم؟ يعني فاكرين يا جماعه الباد ستيج والكاب ستيج وتبدا تعمل الشكل البدايه خالص، هو ده البيجين عند 7 اسابيع. الكالسيفيكيشن هيبدا عند 3 ل 4 شهور داخل الرحم. تمام يا جماعه. طب ايه اول سنه بيحصل لها كالسيفيكيشن او بتبدا اصلا يحصل لها ديفلوبمنت؟ هي اللور سنترال انسايزر. تمام. طيب at the time of birth، وانت بتتولد او بيحصل الولاده يعني there are no functioning teeth، ما بيكونش فيه طبعا اسنان في الاور كافيتي. تمام. however برغم كده الراديوجراف ممكن بالاشعه بقى توريك شويه stage of process of formation and calcification. الحته دي يا جماعه بيقول لك انت اول لما بتتولد لو جينا نبص على الاور كافيتي بتاعك فانه فانكشنج تي، مش هتلاقي اسنان في الاور كافيتي بتاعك، بس لو عملت بالاكس راي او باي اشعه ممكن هتشوف، هتبدا تشوف يا جماعه برو شويه عمليات في شويه calcification جوه الجو تحت العظم لسه في شويه calcification شويه formation. طب هنشوف ايه؟ قال لك انت اول لما تتولد بيكون خمس اسداس الكراون بتاع البرايمري سنترال انسايزر الكالسيفيكيشن بتاعها معمول، يعني ممكن تكتب على دول كلهم كالسيفيكيشن. انا بتكلم عن كالسيفيكيشن. فبيقول لك اهو، قال لك الكالسيفيكيشن بتاع خمس اسداس الكراون بتاع البرايمري سنتر انسايزر بيكون اتعمل، دي رقم واحد. تمام جميل جدا. طيب ايه كمان يا جماعه؟ قال لك الكالسيفيكيشن بتاع تلتين الكراون اوف لاتر انسايزر بيكون اتعمل. تمام. والكالسيفيكيشن بتاع الانسايزر تبقى برايمري كراين اتعمل. يعني بص كده عشان نحفظهم بعض بسرعه، خمس اسداس السنتر انسايزر اتعمل، تلتين اللاترال، يبقى سنترال لاترال. طب بالنسبه للكناين بقى والبريمولر والمولر، قال لك الانسايزر تيب والكاسب بتاع الفيرست والسكند مولر، خلصوا. يبقى خمس اسداس تلتين انسايزر تيب كاسبين بس. تمام. ده بنتكلم في البرايمري. تمام جميل. يبقى الانسايزر تيب اوف كناين والكاسب بتاع الفيرست والسكندري برايمري مولر. طب بالنسبه لما هنتكلم على بيرمننت، هل بيكون في كالسيفيكيشن الاسنان بيرمننت؟ بيكون في كالسيفيكيشن الاسنان بيرمننت اتعمل عند البيرس ات بيرس عند التايم اوف بيرس. ايه اللي بيكون اتعمل؟ الكالسيفيكيشن بتاع الفيرست بيرمننت مولر. تمام. والانسايزر ايدج بتاع البيرمننت سنترال انسايزر، هم اكيد السنترال والبيرمننت مولر اللي كده كده اول حاجات بتطلع، انت فاهم؟ فاكيد هيبقى الكالسيفيكيشن بتاعهم اول لما تتولد برضه. تمام جميل جدا. التيث إرابشن تايم تيبل اللي هو بقى هنتكلم على البرايمري تيث إرابشن. السنترال انسايزر يا جماعة بيحصل له إرابشن عند كام؟ من 6 ل 8 شهور. اللاترال انسايزر طبعا هو عامة يا جماعة والله بصوا يعني خلال منطقيين صعب جدا هو يسألك في الأرقام دي كلها، يعني أنا نفسي مش هشرحها لأن أنا الدكتور أصلا ما شرحتهاش، فأنا هتكلم هنا عن نظر على طول بتاعهم. It is important to note that eruption time can vary from child to adult. يعني حتى دي يثبت لك انك مش لازم تحفظه، ان هو مهم جدا تعرف ان الاربشن بيختلف من شخص لشخص. تمام. طب لو كنا نتكلم على الفيرست برايمري تيز، ايه هي اول سنه هتطلع عندك؟ قال لك اول سنه هتطلع عندك المانديبولار سنترال انسايزر.
دي اول سنه بتطلع عندك المانديبولر سنترال انسايزر. طبعا انا بتكلم على ايه يا جماعه؟ انا بتكلم على ديسيدوس مش بيرمنت. تمام، جميل جدا. طيب اند يوزوالي ايرابت بتبدا يحصل لها ايرابشن عند كام؟ 6 شهور. تمام، يبدا يحصل لها ايرابشن عند كام؟ قال لك بيبدا يحصل لها ايرابشن عند 6 شهور. طب بعد كده مين اللي بيطلع؟ يبقى اول سنه هتطلع مين يا جماعه؟ المانديبولار سنترا. بعد المانديبولار سنترا هيبدا يطلع الاربعه انتيريور تيز بتوعنا عادي كلهم خلاص، مش حددلكش، هيطلع لك الاربعه سنترا. يبقى اهم حاجه المانديبولار سنترا انسايزر، وبعد كده الابر فور انتيريور تيز هيطلع. يبقى عمل لك المانديبولار سنترا انسايزر، عمل لك، ركز معايا كاني، يعني ايه برضو عشان تبقى فاهم معايا؟ انا عايز ابص هنا هو مش واضح. طب هبسطها لك، استنى اهي، بص عشان تعرفها. ده الترتيب بتاعهم، اول واحده بتطلع اللور اي، اول واحده هتتعمل مين؟ اللور اي، بعد كده الابر اي، بعد كده الابر بي، تمام، بعد كده اللور بي، بعد كده الدي والسي مع بعض، اخر حاجه الاي. تمام، فعايز يقول لك بس يعني هنا بقى اختصرهم، انت فاهم، هنا اختصرهم على طول. قال لك اهم حاجه المانديبولا، يعني بص يا جماعه اهم حاجه المانديبولا سنتر انسايزر. بعد طبعا تطلع عند كام؟ 6 شهور، مهمه جدا. بعد كده الاربعه انتيرو بتسحب كلهم هيطلعوا. تمام، طب بعد كده يا جماعه، بعد كده بتبدا بقى، امال بالنسبه بقى للبريمولر والمولر؟ قال لك بعد كده بقى اذر تيز بقى الاسنان بتبدا تحصل لها سلولي بيجن، بتبدا يحصل لها بيجن تو فيل ان. يعني ايه فيل ان؟ تملى الاورال كافيتي بتاعك. طبعا يا جماعه الاسنان كلها بتبقى على ازواج، يعني يمين وشمال بيرز، يعني بيطلعوا مثلا رايت دي والليفت دي بيطلعوا مع بعض، فاهم؟ بتبقى يوجوالي ان بيرز وان ايتش سايد اوف ابر اور لوور جو. تمام، لغايه لما توصل الاسنان بتاعتك اللي هم ال 20 سنه. تمام، اللي هم 10 في الابر جو و10 في اللور جو. تمام يا جماعه، طب بتوصل عند يعني لغايه سن كام؟ اللي هو من سنتين ونص لثلاثه. من سنتين ونص لثلاثه تكون وصلت خلاص ل 20 سنه. تمام، طيب ذا كومبليت سيت اوف برايمري تيز، انك يحصل كومبليت سيت، يعني الاسنان كلها في البرايمري تيز تبقى موجوده في الطفل، بتبقى من سن 2 ونص ل 3. طب بتفضل البرايمري تيز دي موجوده لغايه كام؟ لغايه من سن 6 ل 7 سنين. من اول سن 6 ل 7 سنين بتبدا بقى تتعمل ايه؟ الاسنان البرمنتيز. تمام، يبقى ذا كومبليت سيت اوف برايمري تيز از ان ذا تشايلدز ماوث، في الطفل، بق الطفل، بتبقى من ايج 2 ونص ل 3، ده اللي هو بدايه النهايه. يعني دي النهايه، يعني الاسنان من 2 ونص ل 3 هتبقى اتعملت كلها برايمري. طب بتفضل كام سنه؟ بتفضل لغايه من 6 ل 7 سنين كلها برايمري. من اول 7 سنين بيبدا يحصل التغيير. طب سؤال بقى، هل كل الاطفال الايربشن بتاعهم بالظبط زي بعض؟ لا، طب في فاريشن 3 شهور. يعني ايه فاريشن 3 شهور؟ يعني بص كده، يعني الطفل كده مثلا، لو انت مثلا فرضنا مثلا ان انا قلت لك اللاترال انسايزر من 7 ل 9 شهور، انت معاك 3 شهور زياده. يعني قول مثلا من 9 10 11 12، لو الطفل السنه اللاترال انسايزر طلعت في شهر 12 مفيش مشكله. طب لو 7 6 5 4 لو طلعت في شهر 4 مفيش مشكله. يعني اخرك 3 شهور تلعب فيهم. يعني لو جالك طفل اللاترال انسايزر بتاعه طالع بعد العمر ده بثلاث شهور مفيش مشكله، قبل ثلاث شهور يعني ايه؟ يعني انا في ثلاث شهور ده نورمال فاريشن من شخص لشخص، مش كل الناس شبه بعض طبعا، مش كل الناس بتطلع في نفس الوقت. تمام، فقال لك الفاريشن بتبقى ثلاث شهور اوف ذا مين اوف ذا ايج اوف ايربشن برايمتيز. يعني بص كده المين معناه متوسط الايربشن بتاع البرايمتيز، بيبقى فيه فاريشن ثلاث شهور كده. طبعا الفاريشن ثلاث شهور دي اكسبتد از ا نورمال، طبيعي طبعا. تمام يا جماعه، جميل جدا. طيب نكمل مع بعض. طب other primary teeth eruption بقى فاكت، في حاجات بقى لازم تكون عارفها بقى في البرايمري تيز. اولا كده، مين اللي بيحصل له eruption الاول؟ الاسنان بيحصل لها eruption الاول، البنات ولا الولاد؟ قال لك البنات. ليه يا جماعه؟ لان البنات يا جماعه بيحصل لها اسمه نضوج اسرع. تمام، يعني البنات بيحصل لها البلوغ اسرع. تمام، فكل ما بيزيد سرعه يعني البلوغ بيبقى مصاحب بان الاسنان تطلع يا جماعه. فعشان كده الجيرلز جنرالي بريسي بتبقى قبل البويز ان توث eruption. طب مين اللي بيطلع الاول، اللور ولا الابر؟ اكيد اللور، يبقى اللور تيز يوجوالي ايربت بيفور الابر تيز ان بوث جو، في الاثنين جو. تمام يا جماعه، طبعا زي ما قلت لك بتطلع الاسنان ان بيرز في ازواج رايت وليفت. طيب الطفل يا جماعه احنا قلنا من 2 ونص لغايه 3 بيفضل عنده البرايمري تيز. تمام، بيفضل يا جماعه لغايه سن 6 ل 7 سنين برايمري تيز. طيب بين بقى اللي هو عند سن 4 والطفل عند سن 4 سنين يا جماعه، ودي بنلاقيها كتير قوي. تبص عند الطفل اللي هو عنده 4 سنين كده تحس ان بدا فكه ووشه يكبر.
بدا يا جماعه العظم بتاع الجو والفيشال بون اوف ذا تشايلد بيجن تو جرو، بيبدا يكبر. طب لما يكبر يعمل لك ايه يا جماعه؟ تلاقي الطفل عند 4 سنين كده وما اكتر يعني بيبدا يبقى عنده سبيسز بتوين البرايمري تيث، في فراغات. ليه الفراغات؟ من العظم كبر والعظم والجو كبروا، فلما العظم والجو كبروا بدا يسيبوا فراغات بين الاسنان. تمام يا جماعه؟ الفراغات دي اللي بنسميها ناتشرال، بنسميها يا جماعة حاجة اسمها primate space، هنتكلم عليها دلوقتي. تمام يا جماعة؟ This is a perfectly natural growth. دي أحسن natural يعني حاجات مفتوحة يعني يحصل فيها growth، natural growth process. Provide يا جماعة provide necessary space، بتسيب يعني سوري مساحات عشان ال larger primate teeth، عشان بعد كده ال primate teeth عشان يبدأ يحصل لها emerge. تمام؟ طب بين طبعا عمر 6 ل 12 سنة دي بنسميها الميكتشر اوف برايمري اللي هو الميكسد ايدج يعني. تمام؟ اللي هو بيبقى فيه برايمري تيس وبيرمنت تيس. طيب البيرمنت تيس ايربشن، قال لك البيرمنت تيس يا جماعه بتبدا يحصل لها ايربت عند سن كام؟ عند سن 6 سنين زي ما احنا قلنا. تمام؟ طيب اسالكم سؤال، ايه اللي بيحصل في الاطفال بقى اللي هو بقى عند مثلا سن 6 سنين و7؟ مين اللي بيطلع الاول؟ ايه اول سنه بتطلع؟ واحد يقول لك اول سنه بتطلع الفيرست بيرمنتومول، واحد تاني يقول لك لا هي الانسايزر. هو قال لك بقى هنا على حسب، بعض الاطفال ان سام تشيلدرن ذا فيرست بيرمنتومول ار ذا فيرست تو ايمرج، اول واحده بتطلع. ان اذر في بعض الاشخاص الثانيه الانسايزر ار ذا فيرست، طبعا هي اللور انسايزر اول واحده بتطلع. تمام؟ طيب المهم عند سن 13 سنه لازم معظم الحالات طبعا لازم يكون عنده 28 سنه. تمام يا جماعه؟ 28 بيرمنتيس كده بقى 4. في بقى قال لك واحده من كل 4 ويزدم تيس اللي هو الثيرد مولر بتبدا يحصل لها ايمرج. الثيرد مولر بيحصل له ايمرج عند كام؟ من 17 ل 21 سنه. يبقى انت عند سن 13 سنه تمام انت المفروض تبقى اسنانك كلها موجوده. كام سنه موجوده؟ 28 سنه. باقي كده باقي كام كده؟ باقي كده 4 سنين. قال لك الاربع سنين الباقيين دول اللي هما الثيرد مولر طبعا كل واحده يعني تمام بتطلع عند كام؟ من 17 ل 21 سنه. تمام يا جماعه؟ عشان برينجينج التوتال نمبر، عشان توصل للتوتال نمبر ل 32 سنه. طب فاكر لما كنت اقول لك البرايمري تيس فيه نورمال فاريشن 3 شهور، البيرمنت تيس فيه نورمال فاريشن بس هنا 6 شهور. خلاص نفس الكلام بتاعي 6 شهور. تمام؟ طبعا يا جماعه والطفل طبعا بيحصل له جروينج زي ما قلت لك، بيبدا فكه يكبر وعظمه يكبر، ففي دايما في مورفولوجيكال تشينج، تغيرات على الشكل بتاعه، في السايز بقى بتاع العظم، الشكل العظم، ريليشن اوف الدنتال ارش زي ما قلت لك، الريليشن يعني علاقه العظم بالاسنان. طبعا العظم بيكبر فتلاقي الاسنان بقى فيها سبيسز كتير والكلام ده كله. تمام؟ طيب اذا نقدر نقول ان ايه هي الستيج بتاع الاسنان بتاعتنا؟ في عندنا برايمري دنتيشن، ميكس دنتيشن، حاجه اسمها ادولسنت دنتيشن، ادلت دنتيشن. البرايمري دنتيشن ده بتبدا عند 6 شهور تمام يا جماعه، اند كومبليت بيبدا بتنتهي قال لك كومبليت فروم من 3 ل 6 سنين. يعني الحته دي يا جماعه انا زي ما قلت لك هي بتبدا عند 6 شهور، بتاخد من 6 شهور لغايه من سنتين ونص ل 3. تمام؟ لغايه لما كده من سنتين لغايه سنتين ونص ل 3 السنه كلها اتعملت، من سنتين ونص ل 3 لغايه 6 بقى هو لسه برايمري تيس. تمام يا جماعه؟ بعد كده يا جماعه بيبدا بقى قال لك وين اول برايمري تيس قربت. يعني نقدر نقول يا جماعه ان العمر بالظبط من 6 شهور ل 6 سنين اللي هو بيبدا خلاص اول كومبريميت قرب. طب الميكسيت بقى من 6 ل 12. تمام يا جماعه؟ هنا بتبقى فيه بقى برايمري وبيرمنتيتيز بريزنت ان تشايلد. طيب المرحله دي بنقسمها نوعين يا جماعه، في حاجه اسمها ايرلي ميكسيت وفي ليت ميكسيت دنتيشن. تمام؟ مش عارف الفرق بينهم. طب الادلوسنت دنتيشن، هنا الادلوسنت دنتيشن عنده كل الاسنان ما عدا الثيرد مولر بس. يبقى هنا اول بيرمنتيز هاف ايربتد كل، والسكند بيرمنت مولر كمان ايربتد بس الثيرد مولر ما طلعتش. طب الادلت هنا بقى كله بالويزدم بالثيرد مولر طلع بس. طب حاجه بقى مهمه جدا لازم تكون عارفها، ان الاسنان يا جماعه لما بيحصل لها ايربشن مش اقول لك اهو مش لازم يكون الروت بتاعها حصل له ديفلوبمنت. يعني ايه؟ يعني مثلا في البرايمري تيس الروت فورميشن يا جماعه بيحصل له كومبليتد بعد سنه ونص، سنه لسنه ونص من الايربشن. يعني بعد سنه يحصل لها ايربشن، بعد السنه يحصل لها ايربشن بسنه او سنه لسنه ونص بيبدا الروت فورميشن يتعمل. عارف البيرمنتيس بيتعمل الروت فورميشن امتى؟ بعد ما البيرمنتيس تطلع ب3 سنين. تمام؟ اذا السنه لما بتوصل للاوكلوجن بيفور الروت ديفلوبمنت از كومبليتد، يعني السنه بيحصل لها اوكلوجن يحصل لها ايربشن يعني قبل ما الروت ديفلوبمنت يتعمل. مهمه جدا دي، مهمه جدا 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 الرقمين دول. برايمري تيس روت فورميشن بيتعمل بيخلص امتى؟ سنه لسنه ونص بعد الايربشن. طب البيرمنت بتبقى 3 سنين بعد الايربشن. تمام؟ جميل جدا. طيب في بقى عندنا يا جماعه السبيسز بقى اللي احنا اتكلمنا عليها، قال لك في سبيسز بتبقى نورمالي موجوده في البرايمر والميكس دنتيشن. ايه بقى؟ عندنا في حاجه اسمها انسايزر سبيس او حاجه اسمها الجنرالايز سبيس ونوع تاني اسمه البرايمت سبيس. ايه الجنرالايز او ايه الانسايزر سبيس؟ الجنرالايز سبيس او الانسايزر سبيس دي السبيس الطبيعيه الموجوده بين اسناننا، دي سبيسز افيلبل موجوده بين البرايمري انسايزر.
to accommodate the difference in size between primary and يعني ديت يا جماعه انت بص كده طفل يا جماعه هات طفل كده تمام لو جيت تبص على الطفل الصغير هتلاقي ان الطفل ده في فراغات بين اسنانه طب ليه ربنا عامل الفراغات دي قال لك ربنا عامل الفراغات دي علشان لما البرايمري تيس تقع يسيب مساحه للبيرمت اصلا لو 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 السبيس مفيش سبيس يعني فرضنا مثلا ده اهو وهنا مثلا سنه برايمر وهنا سنه برايمري وهنا سنه برايم لما سنه برايمري تقع السنه البيرمنت هتاخد السبيس ده وتطلع طب لو ما فيش سبيس السنه البيرمنت هتطلع لا مش هتعرف تطلع تمام فاذا الانسايزرز سبيس بنسميها انسايزرز لان دايما السبيس ده بيبقى بين الانسايزر تيز تمام او جنرايز سبيس يعني السبيس بتبقى موجوده بين البرايمري انسايزرز ليه يا جماعه قالك تو اكوموديت الديفرنس عشان تعوض الديفرنس في السايز بين البرايمري والبيرمنت انسايزر طب في تاني حاجه اسمها برايمت سبيس ده سبيس يا جماعه موجود في البرايمت دنتيشن موجود فين خدناه في الأرسو لو جينا نتكلم على الابر كاناين ميزيا للابر كاناين وديستال للور كاناين تمام يبقى لا ميزيا للابر كاناين وديستال للور كاناين طب ايه فائدتها طبعا يا جماعه قال لك مهمه جدا في حاجه اسمها الايرلي ميزيا شيفت تمام الايرلي ميزيا شيفت المفروض يا جماعه المولر لما السكس لما بيطلع لما بيطلع بيزق ده كله فلما يزق حاجه اسمها ميزيا شيفت الاسنان كلها تفرغ ده اتقفل خدناه في الأورسو حاجة اسمها الإيرلي ميزيال شيفت يعني إيرلي ميزيال شيفت السكس لما بيطلع بيزق الكلام ده كله فلما يزق الجاب ده يتقفل انت فاهم فيبدأ يعمل لك الأوكلوجن بتاعك مظبوط السيكونس بتاع الديسيز زي ما قلت لك السيكونس اللي هو ترتيب الاسنان اول سنه بتطلع عند مين المانديبولار سنتر انسايت ار ذا فيرست اول سنه بتطلع طب البرايد انتيشن بينتهي عند سن كام 2.5 ل 3 زي ما قلت لك طب ايه السيكونس اللي هو السنترال انسايزر لاترال انسايزر فيرست مولر كاناين سكند مولر طب قول لي بقى بالظبط لوور اي ابر اي بعد كده ابر بي بعد كده لوور بي بعد كده دي والسي مع بعض وكده الاي تمام طب واحد يقول لي هنا ما كتبتش ابر ولور ليه لان ابر ولور مع بعض يعني دي وسي ابر ولور دي وابر ولور سي مع بعض وهنا ابر ولور اي مع بعض تمام طب ده انا بتكلم في البرايمنت طب بالنسبه نتكلم في البيرمنت في البيرمنت لما هتكلم على في الماندبل تمام طب لو في الماندبل ايه اول سنه بتطلع بتطلع في الماندبل الفيرست مولر ده انا بتكلم على اسنان بيرمنت بعد الفيرست مولر السنترال انسايزر تمام وهنا برضه فيرست مولر سنتر انسايزر فيرست مولر سنتر انسايزر طب بعد كده اللاترال لاترال اذا انت اول ثلاثه شبه بعض هنا بقى تيجي التغيير في اللور بيطلع الكناين بدري طب في الابر يا جماعه الكناين اصلا يا جماعه الديفلوبمنت بتاعه بيبقى في البيز اوف ذا سكال فعارف اصلا الديفلوبمنت بتاع الكناين بيبقى في البيز اوف فلما يطلع من البيز اوف ذا سكال لغايه لما ينزل في الاورال كافيتي بياخد وقت عشان كده الكناين بعيد خالص طب امال ايه السنه بتاعه بعديها الفيرست بريمولر طيب هنا الكراين وهنا الفيرست بريمولر بعد كده هنا الفيرست بريمولر بعد هنا السكند بريمولر واخر حاجه السكند بريمولر والسكند مولر مع بعض اما هنا ايه الكراين والسكند مولر مع بعض يبقى هنا اول ثلاثه شبه اول ثلاثه فوق الكراين طب تحت سوري اللي في المانديبول الكراين طب في المجزيل المجزيل نفتكر الكراين ده هيجي لسه من البيز اوف ذا سكال لغايه لما ينزل فدي اخر حاجه هو كده كده السكند مولر برده تبقى في الاخر اهي السكند مولر في الحالتين في الاخر اصلا تمام جميل جدا طيب الكلينيكال امبورتنس اوف مينتيننج سيكونس اوف ريدكشن ايه الكلينيكال امبورتنس بقى دي اسئله بقى المتعه للدفعه او اللي عشان وقع الناس فيها بقى طيب حاجات تخلي بالك منها في المانديبول لما كنا بنتكلم في المانديبول احنا قلنا الكناين بيطلع الاول ولا فيرست وسكند بريمولر نبص كده ونشوف مع بعض في المانديبول احنا الكناين كان بيطلع قبل السكند بريمولر وقبل الفيرست بريمولر صح طيب يبقى it is desirable يعني لازم يحصل desire أنا محتاج المانديبولار كناين أنا عايز المانديبولار كناين لازم يطلع قبل الفيرست والسكند بريمولر طب زي السيكونس ايه طب ايه فايدة ليه المانديبولار كناين لازم يطلع قالك ده عشان maintaining الأديكوت arch length عشان يحافظ على الارش length ايه الارش length ده الطول بتاع الارش بتاعنا يا جماعة في عندك حاجة اسمها arch length ايه الارش length ده يا جماعة ده الاسم الارش length بتاعنا تمام اللي هي اللينس بتاع الارش بتاعنا تمام لازم عشان احافظ على الارش لينس دي مهمه جدا عشان احافظ على الارش لينس تمام اذا لازم الكناين يطلع قبل اسمه ده الفيرست والسكند بريمولر عشان احافظ على ايه يا جماعه عشان احافظ على الارش لينس تمام لحظه كده بس بعمل حاجه خليكم معايا طيب نكمل مع بعض يبقى انا قال لك دي السيكونس ايه السيكونس ده ترتيب ده يعني قال لك هايد هيساعدنا في ان هو يحافظ على الاديكوت ارش لينس اند امبريفنتنج لينجوال تيبنج اوف الانسايزرز طب ايه موضوع اللينجوال تيبنج اوف انسايزرز لو حصل يا جماعه ان الفيرست والسكند بريمولر طلعوا قبل الكناين تمام دلوقتي انت عندك السنترال انسايزرز اهو
تمام. طيب لو حصل ان المفروض ان في سنترال انسايز وبعد كده في الكناين تمام وبعد كده في البريمولر، لو حصل ان السنترال انسايز ده ما طلعش ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ قال لك هيحصل يا جماعه ان الفيرست بريمولر والسكند بريمولر هياخدوا مكانك، هيحصل لهم حاجه اسمها ميزيال شيفت او ميزيال تيبنج تمام يا جماعه، هيمشوا كده. فلما يمشوا كده هيعملوا ايه يا جماعه؟ قال لك هيقوموا عاملين اللي اسمه ده هيعملوا حاجه اسمها لينجوال تيبنج للانسايزر. يعني الانسايزر هيبدا يبص يا جماعه كده، الانسايزر هيبدا يحصل لها لينجوال تيبنج، يعني لينج بص كده دخلت لجوه تمام يا جماعه. فلما الانسايزر اللي يحصل لها لينجوال تيبنج ايه اللي يحصل يا جماعه؟ قال لك يزود هنا عندك الاوفر جيت، يزود لك هنا الاوفر جيت الهوريزونتال اوفر جيت، او يزود لك هنا الهوريزونتال اوفر جيت. اهو بص كده الهوريزونتال اوفر جيت عندك تمام يا جماعه، جميل جدا. يبقى انا عندي لو الكناين ما حصل ان هو ما طلعش قبل بريمولر والسكند بريمولر ايه اللي هيحصل لك يا جماعه؟ هيحصل لك عندك انكريز الاوفر جيت تمام. دي بقى الحاجات اللي تسافر، يقول لك انكريز الاوفر بايت والاوفر جيت، لا هي اهو انكريز الاوفر جيت، انكريز الاوفر جيت تمام يا جماعه. فاذا انا اللي بحب مانديبل كناين المفروض يطلع قبل الفيرست والسكند بريمولر عشان الاديكو ترانش ارش لينز ويمنع ان يحصل لينجوال تيبنج زي ما قلت لك، انا مش عايز يحصل لينجوال تيبنج. طيب تعالى نتكلم بقى برضو في المانديبولر. قال لك في المانديبولر سكند بيرمنت مولر ديفولوب اند ايرابت بيفور السكند بريمولر. يعني ايه يا جماعه؟ قال لك المفروض ان المانديبولر سكند بيرمنت مولر يطلع قبل السكند بريمولر، دي مهمه جدا تمام يا جماعه. طب لو حصل يا جماعه، سوري ده مش ده ما ينفعش يحصل، لو حصل كده ايه اللي هيحصل؟ تخيل كده معايا يا جماعه، بص كده ده 2 سنترال اهو تمام، وده مثلا اللاترال تمام، وده الكناين تمام، وده البريمولر تمام، بريمولر، وفرضنا مثلا ان ده المولر تمام. طيب لو حصل يا جماعه ان المولر طلع قبل الاثنين بريمولر ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ المولر ده هيلاقي عنده سبيس كبير قوي، هيعمل له ايه يا جماعه؟ هيبدا يحصل له ميزيال تيلتنج تمام يا جماعه، يميل خالص كده تمام يا جماعه، جميل جدا، او ميزيال تيبنج او مايجريشن. اذا لو المانديبولر سكند بيرمنت مولر كان سكند بيرمنت مولر بقى مهم، يعني سكند بيرمنت مولر او فيرست مولر يعني تمام يا جماعه، لو حصل ان المانديبولر سكند بيرمنت مولر طلع قبل السكند بريمولر، يعني هنا عايز يقول لك لو فرضنا ان ده سكند مثلا، لو فرضنا ان ده مثلا السكند بيرم، لو هنا مثلا نرسمها ده السكند مثلا مولر وده السكند بريمولر، لو حصل ان السكند مولر طلع قبل السكند بريمولر ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ليد تو انكارجينج الميزيال مايجريشن اوف اور الميزيال تيبنج اوف ذا فيرست بيرمنت مولر. طيب انا عايز بص برضو ارسمها لك رسمه تبقى عشان تتخيل معايا، عشان عارف انك ممكن تكون معدي الاورسو اللي هو ايه، انا عايز اعدي الماده وخلاص، فانت طبعا انت لازم تبقى فاهم هنا الدنيا ماشيه ازاي. تعالى بس نرسم بسرعه ده كناين، طبعا يا جماعه هو الرسم معوق بس عشان نخلص، بس كناين تمام، ده السنترال انسايزر لاترال كناين كناين تمام. طب بعد كده عندك الفيرست بريمولر السكند بريمولر الفيرست مولر والسكند مولر تمام. افهم بس معايا، طب دلوقتي يا جماعه لو حصل ان السكند بريمولر ده اللور، انا بتكلم في اللور، اتعمل قبل السكند قبل السكند بريمولر، يعني السكند مولر ده المفروض ان السكند بريمولر يتعمل قبل السكند مولر، طب حصل العكس السكند مولر اتعمل قبل السكند بريمولر، بقى هنا عندك في جاب في فراغ، بص كده بص كده على جراب الفراغ بقى هنا في جاب تمام. طب الجاب ده الفراغ ده اللي اتعمل، مين اللي هيمشي فيه يا جماعه؟ قال لك هيبدا يتحرك في مين؟ قال لك هيبدا يتحرك لو فرضنا ان السكس موجود، هي طبعا ان السكس اول واحد بيطلع كده كده تمام، السكس ده هيبدا يحصل حاجه اسمها مايجريشن، يهاجر ياخد المكان ده، فيعمل لك ايه في الارش لينس بتاعك؟ يصغر لك الارش لينس، حصل له هنا مايجريشن او الميزيال تيبنج تمام. طيب اذا يا جماعه اف ذا مانديبولر سكند بيرمنت مولر ديفلوب اند ايربت، حصل له ايربشن قبل السكند بريمولر، ده هيعمل ايه يا جماعه؟ انكورجنج، هيشجع او يعمل حاجه اسمها سوري انكورجنج ميزيال مايجريشن، يعني ميزيال مايجريشن ان هو هيتحرك ناحيه الميزيال. مين اللي هيتحرك ناحيه الميزيال؟ اللي هو الفيرست بيرمنت مولر او حاجه اسمها ميزيال تيبنج، هي الميزيال مايجريشن او ذا فيرست بيرمنت مولر تمام يا جماعه. طب and encroachment of the space needed for، يعني ايه يا جماعه؟ and encroachment يعني هيقفل السبيس اللي المفروض هيطلع فيه السكند بريمولر، يعني المفروض السبيس اللي هيطلع فيه السكند بريمولر خلاص ما بقاش فيه سبيس، فيعمل لك ايه في الارش لينس؟ اهو قلل لك الارش لينس عندك تمام يا جماعه، جميل جدا.
طيب في المجزيلا الارش بقى الفيرست الفيرست بريمولر ايدري شود ايربت بيفور السكند بريمولر. يعني طبعا في المجزيلا طبعا زي ما احنا قلنا الفيرست بريمولر لازم يحصل له ايربشن قبل السكند بريمولر. تمام يا جماعه؟ تمام يا جماعه. وطبعا لازم اند شود بي فولود باي مين باي كراين. زي ما قلت لك الكراين دي بيبقى في المجزيلا اخر حاجه شيء فولود باي يعني اخر حاجه بتبقى عندك الكراين خالص. تمام هو السكند مولر. طيب لو حصل يا جماعه ultimately يعني لوز لو حصل لوز اوف برايمالي مولر ان ذا ماكسيلاري ارش ركز بقى معايا افهم معايا الحته دي دلوقتي يا جماعه. انا لو فرضنا ان انا ده سنت واحد بص نرسمها ارقام تابت ما بعرفش ارسم وانا ليه ما بعرفش ارسم 3 4 5 6 7 معلش يا جماعة حسب الله ما كل فيا هقولي بس 5 6 7 2 3 هو كفاية كده. طيب لو حصل يا جماعة ان ال بصوا انا بعمل ايه حصل هنا واحد معلش يا جماعة عشان انا بس كنت عايز انا بتكلم في برايمري A B C D E عشان بس انا لسه راجع من الجامعة فانا فاصل A B C D E. تمام. طيب المفروض يا جماعة لو فرضنا مثلا ان الشخص ده عنده 6 سنين يعني حصل ان السكس طلع. تمام. طيب السكس دلوقتي موجودة. لو حصل يا جماعة ان مثلا لو فرضنا ان الاي والدي هنا مثلا مش موجودين ايه اللي هيحصل للسكس هنا؟ هيبدأ يحصل له برضو ميزيال مايجريشن ويقفل السبيس ده. هو ده عايز يقول لك بس يبقى لك ويندرز لو حصل ألتيمت يعني فقدان كبير جدا للبرايمري مولرز كتير في المجزيلاري ارش ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ قال لك البيرمنت فيرست مولر هيحصل له برضو دريفت ميزل يتحرك ناحيه الميزل. فيعمل لك ايه يا جماعه؟ لما يتحرك ناحيه الميزل هيقابل مين عندك هنا؟ الكناين. فيعمل لك ايه في الكناين؟ يزقه لبره يقوم زقه لبره. فيعمل حاجه عارفين حاجه اسمها اجلي داكلي ستيج شبه تحس ان الكناين شكله بتاع بره وشكله وحش كده. تمام يا جماعه؟ فقال لك هنا والدريفت ميزل ريزلت امبيرمنت كناين بينج لوكد اوت طلعه بره الارش خالص. طيب يا جماعه بيطلعوا طبعا ليبر واللينجوال بيطلعوا ناحيه ليبر طلعوا تحس تبص على كده القناه تحس ان القناه عنده طالع ناحيه الليبر بره خالص. تمام جميل جدا. يبقى احنا اتكلمنا خلاص عن الجزء ده. هو بس الجزء ده اللي كان محتاج هو محتاج اورسو يعني انا مش عارف انا عرفت اوضحه لك ولا بس هو يعني معتمد قوي على الاورسو يعني فانا حاولت بس افكرك بالاورسو انا ما بحبهاش الماده دي ولا عمري احبها. طيب اللينجوال ايروشن اوف المانديبولار بيرمنت بيجي لك الطفل يا جماعه العياده امه جايه معاه وتقول لك يا دكتور انا لقيت صحينا او لقينا الشكل ده قدامنا نعمل ايه؟ طبعا يا جماعه الشكل ده عباره عن ايه؟ بص كده انت شايف المامولونز اذا ده او ده بيرمنتيتيس ورا برايمريتيس. طيب فاذا بيقول لك زي ايربشن اوف المانديبولار بيرمنت انسايزر بتطلع دايما ايربشن ناحيه لينجوال ولا بكر بتبقى لينجوال تو ريتيند برايمري انسايزر. ايه البرايمري انسايزر دي بتبقى ريتيند يعني قاعده في مكانها. تمام. فدلوقتي يا جماعه السنت اللور انسايزر بيرمنت دي عايزه تطلع فتطلع ناحيه اللينجوال عندها. تمام يا جماعه. طبعا ده يا جماعه از اوفن ا سورس اوف كونسرن يعني حاجه بتبقى مثيره دايما للتساؤل للاهالي دايما حاجه حاطينها في دماغهم وعايزين يسالوا طب نعمل ايه نخلع ايه ولا نعمل مش عارفين حاجه. تمام يا جماعه. طيب افهم بقى معايا الحته دي. قال لك ذا برايمري تيس مي هاف اندرجون اكستنسيف روت ايروسيف يعني ممكن اصلا تكون الاسنان البرايمري تيس دي بيكون الروت بتاعها اصلا حصل له اكستنسيف روت ايروسيف يعني متاكل كله وبس ممسوك بشويه سوفت تيشو. ده حل بالحلول اذا سوري ده سبب او حاجه من الحاجات يعني انا ممكن دلوقتي بص انا هعمل دايجنوستس جالي الحاله دي هعمل ايه؟ هبدا اشوف الاسنان البرايمري دي. لو لقيت ان البرايمري دي عملت اكس راي ولقيت ان الروت بتاعها كله متاكل وبس اللي مقعد البرايمري دي قعد في مكانها بس شويه سوفت تيشو ده ممكن حاجه الاقيها كده ممكن سبب ممكن حاجه ثانيه اشوفها ان اذر ستانس بعد الحاجات الثانيه ممكن الاقي الروت مي نوت هاف اندرجون نورمال ريسبشن ما حصلوش اي سوبشن نوت هاف ما حصلوش اي نورمال ريسبشن والسنه ريمين سوليد والسنه قاعده في مكانها. طب في الحالات دي اعمل ايه يا جماعه؟ طبعا اول حاجه لازم اعمل فولو اب للعيان. تمام يا جماعه مش هروح اخلع له النهارده. تمام يا جماعه. ايه لو كانت البرايمري تيس ريمين سوليد ليس لو كانت البرايمري تيس يا جماعه قاعده في مكانها ومرخمه لازم نشيلها. بس هل ينفع نشيلها في اول يوم؟ لا ات شود بي ريموفد بات نوت ذا فيرست فيزيت مش من اول يوم نخلعها لا طبعا. تمام يا جماعه. طب لو السنه اصلا يا جماعه كانت ماسكه بس في شويه سوفت هنخلعها دي ومفيش اي مشكله. تمام يبقى ركز معايا كده. فقال لك طبعا بنعمل فولو اب اف لو كانت البرايمري تيز فلت لازقه في مكانها ومش عايزه البيرمنت تطلع هنعمل ايه يا جماعه؟ هنخلعها بس ما ينفعش في اول زياره.
تمام جميل جدا. قال لك ان ايذر كيس بعد اي حاله هتعدي عليك يا جماعه التانج والكونتينيود الفر جروث, ودايما يا جماعه التانج والعظم اللي عمال يتكلموا ليهم دور مهم جدا في ان هما بيأثروا على البيرمنت انسايزر انتو نورمال بوزيشن وذ تايم. يعني يا جماعه بص يا جماعه هو مش فينا التانج ورا, التانج اصلا الطبيعي يا جماعه هيفضل يزق دايما الانسايزر تمام, والعظم اللي متكون ده يعني ربنا خالق التانج ودايما تصنيع العظم ان هما ليهم دور مهم جدا ان هما يأثروا على البيرمنتيس انها تطلع بالشكل المناسب بتاعها. يعني التانج والعظم اللي عمال يحصلوا دايما فيه بون فورميشن وبون ديبوزيشن والكلام ده كله عشان ربنا عاملهم عشان يرجعوا اللور انسايزر اللينجو دوت ترجع تاني بقل, انت فاهم قصدي؟ جميل جدا. قالك بالرغم ان there may be insufficient room, يعني بالرغم لو جينا نبص هنا السنتر اتنين السنتر انسايزر ملهمش مكان ان هم يطلعوا تمام يا جماعة. قالك بالرغم ان there may be insufficient مفيش منطقة او مكان كافي للارش, في الارش ان هو للنيولي erupted بيرمنتيس, بس البوزيشن will improve over several, يعني بعد شهور البوزيشن ده هيحصل له improve هيتحسن والعظم زي ما قلتلك هيتكون اكتر واللسان بيزق والكلام ده كله ويعمل لك space تقعد فيه السنتر انسايزر تمام. طيب ايه العوامل اللي هتاثر على وقت الخلع, يعني امتى اقول اخلع وامتى اقول استنى شويه؟ طيب اول حاجه عندك يا جماعه الجينيتك فاكتور, السكس, السوشيو ايكونوميك كونديشن, البيرث ويت, السيستميك ديس اوردر تمام, عندك كمان الهرمونز اند فيتامينز واللوكال كوز. اول حاجه الجينيتك فاكتور, قال لك طبعا الجينات بتاثر هاف ا ديفينيت رول, لها دور مهم جدا في التوس ايربشن بشكل حوالي 78%. طبعا يا جماعه في بعض الجينيتك ديس اوردر مشاكل جينيه بتاثر على التوس ايربشن تمام يا جماعه. طب في معظم الجينيتك فاكتور دايما بتعمل ديلي للبيرمنت توس ايربشن, بتخلي البيرمنت توس ما يحصل لها تاخر في الايربشن, وفي بعض خالص اصلا في حاجات اصلا بتخلي كومبليت فيلير ما تخليش السن يحصل لها اصلا ايربشن. يعني في بعض الجينيتك فاكتور بتاخر ان السنه تطلع, في بعض الجينيتك فاكتور ما بتخليش اصلا السنه تطلع, انت فاهم قصدي؟ طيب تعالى بقى نتكلم على الحاجات الجيناتك اللي ممكن تقلك فيه ممكن disorder ذات affect الانامل formation. يعني شخص يتولد جيناتك حاجة جينية اللي انامل فيه بتاعه فيه مشكلة, طالما انامل فيه مشكلة يبقى اول حاجة او توس فوليك اللي هو السن يعني فيها مشكلة amelogenesis imperfecta, ده مرض مشهور جدا شرحناه, وحاجة اسمها هارلر سيندروم, ده هارلر سيندروم تمام, بيبقى عنده deficiency في حاجة اسمها hydrolysis تمام يا جماعة, بيبقى زي ما انت شايف كده عنده مشكلة يعني تمام خاص يعني كمان هي تبقى دايما عامل شبه داون سيندروم والعيلة دي كلها تمام. هنا ده الشخص ده بيتولد عنده ايه, عنده مشكلة في الانامل فورميشن, ما تصنعش انامل كويس, حاجة اسمها اميلو جينيسيس, وكلمة اصلا اميلو باللاتيني معناها انامل اصلا تمام. فاميلو جينيسيس تخليق الانامل كان فيه امبرفكت, فيه مشكلة يعني. طيب في ممكن شخص وبرده حاجة اسمها ميوكوبوليساكريدوزيس, هو ده, وعلى فكرة الميوكوبوليساكريدوزيس هو شبه المرض اللي احنا قلناه من شوية, هو نفس الورق اللي اسمه ده هارلر سيندروم. طيب في بقى عوامل بتاثر على الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي, يعني ايه الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي؟ ان هي تمنع, بص يا جماعه انت عندك في حاجه اسمها اوستيوبلاست وعندنا حاجه اسمها في اوستيوكلاست, الاوستيوكلاست هي اللي بتكسر. في بقى في واحد بيتولد بقى عنده مشكله ان الاوستيوكلاست عنده ما بتكسرش, يعني عمال يتصنع عظم 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 عظم, مفيش عظم بيتكسر. المفروض الطبيعي جسمك الطبيعي عظم القديم بيتكسر وعظم جديد بيتكون وهكذا عادي, هنا بقى هنا الاوستيوكلاست عنده وقفت فبقى بس بيكون بس بلاست بس ما بعدش بيعمل بيكسر, شبه الكريدوكرينيال ديسبليجيا والاوستيوبتروزز تمام يا جماعه. هنا يا جماعه عمال يعمل في عظم بس تمام, جميل جدا. يبقى هنا disorder ذات اثرت هنا على الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي. طب في بقى امراض disorder مشاكل برضو سيندروم حالات بتبقى مصاحبه في deficient growth of T او T's eruption, يعني ما عندوش هنا يا جماعه eruption كويس للاسنان او عنده delayed في الاربشن, شبه طبعا مين يا جماعه لو واحد عنده multiple super numerities, super numerities دي مثلا هتطلع هتمنع ان السنه الاصليه تطلع, فاهم قصدي؟ او واحد عنده جينجيفال هايبر بليجيا, جينجيفال هايبر بليجيا طبعا كون ان هو عنده جينجيفال هايبر بليجيا ده برضو هيأثر ان السنه يحصل لها ديليت في الارشه, ممكن يخلي السنه اصلا ما تطلعش. الجندر تمام يا جماعه, طبعا زي ما احنا قلنا البنات التيز بتاع الاسنان البنات بيحصل لها ايربت سلايتلي اير يعني بدري عن الولاد تمام يا جماعه. طب الديفرنس طبعا بيختلف, لو جينا بنتكلم مثلا على هي اول سنه بتتكون عندنا مين الفيرست مولر بتبقى شهرين كده لغايه ممكن يحصل لها ديفرنس 10 شهور في الماكسيلاري كراين, ممكن بنت يحصل لها 10 شهور بدري عن الواد في الماكسيلاري كراين
تمام. طب ال earlier eruption of hermaphroditis in female is attributed to earlier onset of maturation. زي ما قلت يا جماعة النضوج في البنات عند أسرع من الولاد، فعشان كده ال earlier eruption إن السن يحصل لها eruption بدري في ال hermaphroditis في البنات. ليه في البنات؟ عشان البنات عندهم earlier onset، يعني onset البداية بتاعتهم بتبقى بدري، ال maturation النضوج بتاعهم وبقت بدري. ال socio-economic condition، الاطفال يا جماعه اللي هم الهاي كلاسز اللي هم عايشين بابي ومامي والكلام ده كله يا جماعه دايما بيحصل لهم ايرلي توس ايمرجنس، يعني السنه بتطلع عندهم بدري عن الاطفال اللي هم اللور سوشيو ايكونوميك كلاسز. تمام يا جماعه، لان كل ما يكون في هيلث كير صحه كويسه وفي نيوتريشنال فاكتور وفي تغذيه كويسه، كل طبعا هو بياكلوا مثلا برجر مثلا وبياكلوا سوسيس، احنا بناكل مثلا سجق، تفهم هم بياكلوا سوسيس فاكيد السوسيس احسن من السجق، تمام، فاكيد السوسيس عندهم هيعمل لهم ايرلي توس ديفلوبمنت اند ايمرجنس انها تطلع. تمام، البيرث ويت كمان الوزن، هل الوزن حتى الوزن، كل ما الطفل يكون رفيع تمام يا جماعه هيبقى عنده ديليد ايمرجنس، يعني الاسنان عنده تتاخر انها تطلع، على عكس الطفل العجل طبعا الاسنان هتطلع بسرعه. تمام، يبقى اند كونفرز يعني ايه، وبالعكس بقى الايرلي ايربشن هاز بين اسوشيتد ويز انكريز البيرث، يعني الايرلي ايربشن هتبقى طبعا اسرع مع الطفل اللي هو مش عجل، يعني سوري يعني على لفظ بس الطفل اللي هو المليان يعني. طيب السيستميك ديس اوردر، ودي بقى مهمه جدا جدا جدا، 99% من الامراض بتعمل ديليد التوس اوبشن، بتاخر الاوبشن بتاع الاسنان. شبه ايه؟ مريض الداون سيندروم، كليدوكرينيال ديسبليشيا، اي حاجه فيها هايبو، هايبو ثايرويديزم، هايبو باراثايرويديزم، هايبو بيتيتوريزم، اي حاجه فيها هايبو، اي حاجه فيها هايبو داون سيندروم كليدوكرينيال ديسبليشيا، ده هيعمل لك ديليد التوس اوبشن. طب مش ده اللي هيتسال فيه في الامتحان، هيسالك في الحاجه الوحيده، مين الوحيد اللي بيعمل بيزود التوس اوبشن؟ مريض السكر. تيجي في الامتحان بقى سؤال زي الفل، مين هو الوحيد الاكسلريت بيسرع توس ايربشن؟ هو مريض السكر. طب ليه؟ لان مريض السكر بيعمل لك ايه يا جماعه؟ بيعمل لك بوند اسمه ده جينجيفا ريسيشن، فلما جينجيفا حصل لها ريسيشن السن هتبان اكتر، انت فاهم كده؟ مثلا يا جماعه انت قاعد في امان الله، مره واحده مثلا يا جماعه السقف بتاع بيتكم اتفتح، اللي هو فيه ايه، انت فاهم نفس الفكره، السنه كانت قاعده محصوره تحت ولسه شويه هتطلع، مره واحده فجاه كده ايه اللي حصل؟ قال لك حصل ان حصل جينجيفا ريسيشن، انت فاهم؟ فالسنه تلاقيها مره واحده ظهرت. تمام، جميل جدا. طيب قال لك there are different mechanism for the delay usually associated with A، ركز بقى مع الحته دي، قال لك there are different mechanism for the delay، يعني في حاجات ايه بقى الاسباب اللي ممكن تعمل لك delay، تاخر الاسنان البرمت انها تصلع. اول حاجه retained primaries، سن primaries قاعده، والله ما انا ماشي يا بنت، والله العظيم ما انا طالعه، وسن البرمت دي صورها مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تطلع، او زي ما قلت لك طفل عنده جينجيفال هايبربليجيا او جينجيفال فايبروماتوزز، يعني جينجيفال عنده يا جماعه كميه الفايبروزز عنده عاليه، هايبربليجيا الجينجيفا عنده منتفخه ومتبهدله، فبالتالي مش فبص يعني جينجيفا برضه منتفخه. بص كده يا جماعه، فرضنا دي الجينجيفا ورفضنا دي السنه اهي، السنه البرمنت اهي، بس السنه البرمنت قال لك كانت لسه ما طلعتش، يعني ايه خلاص لسه بتطلع، لسه الكاسب ستيب مثلا بتاعتها ظهرت، لو حصل جينجيفال هايبربليجيا يعني الجينجيفا بقت قد كده، بدل ما السنه خلاص كانت بتطلع، ده هنا السنه محتاجه تعدي ده كله تاني عشان تطلع، انت فاهم؟ ما هو الجينجيفا تخنت، يعني فرضنا ده دي الجينجيفا، حصل ان الجينجيفا حصل لها انفلاميشن، بقت ده كله سيكنس بتاعها، الحين ده خلاص كانت بتطلع، لا ده هي محتاجه ده كله عشان تطلع بقى، انت فاهم قصدي؟ فجينجيفا هايبربليجيا. هرمونال، اي بقى عنده مشاكل بقى اي هرمونات بقى، حصل الهرمونال تشينج برضه هتاثر على البون ريسبشن، اي حاجه تاثر على البون ريسبشن عنده، انت فاهم قصدي؟ جميل جدا. انا تعبت من الشرح. طيب الهرمونز والفيتامين، حتى الهرمون طبعا قال لك الثايرويد والبيتيتري والبارا ثايرويد هرمون، دي مهمه جدا في النورمال ايربشن اوف استيس، هما مين يا جماعه؟ الثايرويد الغده الدرقيه، البيتيتري الغده النخاميه، والبارا ثايرويد الغده الجار درقيه، الثلاثه دول يا جماعه لهم دور مهم جدا في النورمال ايربشن اوف استيس. لو حصل ديستربنس في الاندوكراين جلاند الغده الصماء، وده كله يا جماعه قال لك هذا بروفاوند افكت، تاثير كبير جدا على الجسم كله، بيشمل من كده تاثير على الاسنان. زي ما قلت لك يا جماعه، مريض الهايبوثايرويديزم، هايبوبيتوريزم، هايبوباراثايرويديزم، سودو، اي حاجه فيها هايبو، هايبو هايبو هايبو، كل ده الهايبو ده يا جماعه زي ما قلت لك ده بيعمل لك يا جماعه ديليد الايربشن، اي حاجه بتعمل، مين الوحيد اللي بيعمل اكسلريت الايربشن؟ مريض السكر. يبقى شفت في الامتحان اي حاجه كلمه هايبو ده يعتبر موست كومن ديس اوردر، مصاحب ديليد، بيوقف الايربشن. تمام، حتى الفيتامينات في شبه ايه الفيتامينات، فيتامين بي، فيتامين A، فيتامين C، فيتامين D، تمام، دي كلها يا جماعة تأثير لها تأثير دايركت أو اندايركت، بس لها تأثير على الأسنان يعني. تمام، جميل جدا. طيب يا جماعة ركزوا معايا، تعالوا نتكلم على، احنا كده اتكلمنا على
الجينيتك فاكتور واتكلمنا على السكس والسوشيو ايكونوميك كونديشن والبيرث ويت والسيستميك ديس اوردر والهرمونز. بقى اخر حاجه اللوكال كوز وتهننهي بيها الشابتر. اللوكال كوز زي ما احنا قلنا برضو في حاجات هتعمل لك ديلي للايربشن وفي حاجات هتسرع هتنزلت ان ايرلي ايربشن السنه هيحصل لها نفس الفكره. احنا قلنا ايه الحاجه الوحيده اللي بتعمل حاجه الوحيده في طبعا في السيستميك اللي بتعمل احنا كان كل دراتي بنتكلم على اللوكال كوز هناك سيستميك الحاجه الوحيده اللي بتعمل في السيستميك بتسرع الايربشن مين الدايابيتك. طب بالنسبه لللوكال كوز بقى قال لك مين اللي بيعمل لك ديلي للايربشن؟ واحد عنده سوبر نيوموتيز ده كله هيتشرح دلوقتي. سوبر نيوموتيز انكيلوزيز retained primaries, premature loss of primaries, arch length deficiency, root crown dilaceration, gingival fibromatosis. كل ده هيتشرح دلوقتي. طب تعالى بقى نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لك early eruption. واحد تخيل واحد عنده peri apical infection. اصلا مريض البري ابيكال انفيكشن بيجي يقول لك يا دكتور انا حاسس ان السن عاليه. البري ابيكال انفيكشن لو فرضنا ان السن هي مثلا تمام يا جماعه تمام السن هي وده الروت بتاعها. لو في بري ابيكال انفيكشن هيزق السن فتحس ان ممكن السن يحصل لها early eruption يا جماعه. او لو بيشنت عنده دينتال كير تمام حتى الدينتال كير يعمل لك برده هو كمان ايرلي ايربشن تمام جميل جدا. يبقى انت عندك حاجتين هيعمل لك ايرلي ايربشن مين هم يا جماعه؟ الدينتال كيرز والايرلي وسوري البري ابيكال انفيكشن. طيب تعالوا نشوف الحاجات اللي هتوقف الايربشن بقى. اول حاجه السوبر نيوموليتيز. لو واحد عنده سوبر نيوموليتيز لو طفل عنده سوبر نيوموليتيز ده قال لك ده عباره عن اديشنال اوف ذا نورمال نمبر اوف يعني ضفنا على عدد طبيعي اللي عنده 32 سنه بقى عنده 50 سنه مثلا هنا حصل اضافه على النورمال نمبر اوف تيز. طب وجود السوبر نيوموليتيز ده مانع الايربشن بيرمانتيتيز. يعني بص يا جماعه وجود السوبر نيوموليتيز ده مانع ان السنه الاصليه اللي هي البيرمانتيتيز انها تطلع. ما في سوبر نيوموليتيز اسنان كتير طالعه مش مخلي السنه الاصليه انها تطلع فاهم قصدي؟ يا بريزنت اوف السوبر نيوموليتيز بريفنت منع الايربشن اوف البيرمانتيتيز. فعمل لك يا جماعه يا امباكشن يا امباكشن السنه اتحشرت تحت يا اكتوبيك ايربشن. ايه اكتوبيك ايربشن؟ السنه البيرمنت عايزه تطلع باي طريقه فتعمل ايه؟ تبدا يحصل لها اكتوبيك يعني تطلع في مكان غير طبيعي. يعني هي السنه طبيعيه بس بتطلع في مكان غير طبيعي. يعني ايه كلمه اكتوبيك؟ يعني سنه طبيعيه بتطلع في مكان غير طبيعي تمام جميل جدا. قال لك الايرلي ريكوجنيشن طبعا انك تعرف ريكوجنيشن تتعرف وتعرف بدري اوف بريزنس اوف ساتش ديزيز. لو عرفت ان في بدري الاسنان ديت وتبقى تخلعها بدري كمان ده هيمنع يحصل ديلي للايربشن. اذا الصح انك تعمل ريكوجنيشن بدري وتعمل لها اكس راي وتعرفها بدري وتخلعها بدري تمام. طيب الانكيلوزس يعني كلمه انكيلوزس يعني سنه حصلها سبمرجد سنه اتحشر الروت بتاع السنه مسك في السمنت ملزق في السمنت فالسنه ما طلعتش. يبقى ديفاين از ا فيوجن التصاق بين البون والروت اوف ذا تيز. طبعا السنه تبقى سبمرجد. يعني ايه سبمرجد يا جماعه؟ زي ما قلت لك تحس ان هي واحد تحت كده يعني الاسنان كلها فوق هي تعتبر بنسميها سبمرجد تحت تمام جميل جدا. طيب طبعا لو جينا عملنا بالاكس راي تيجي تبص كده على السنه في الاكس راي مش هتلاقي بي دي ال. ليه مش هلاقي بي دي ال؟ ما هي دي السنه وده البي دي ال سوري وده البون وده البي دي ال تمام. بص يا جماعه دي السنه اهي تمام وده البون اهو ومفروض البي دي ال ماسكه. طب لما يحصل فيوجن حصل التصاق بين العظم والعظم والرود فين البيرودونتال ليجمنت اتقطعت فبيحصل ايه البيرودونتال ليجمنت؟ خلاص بيحصل نو بيرودونتال ليجمنت ما بقاش في بيرودونتال ليجمنت سبيس اختفى السبيس. ليه؟ الاثنين لازقوا بعض تمام يا جماعه. طبعا يا جماعه السنه في الوقت ده سيرجيكال ريموف لازم نشيلها طبعا اد ابروشيت تايم في وقت مناسب عشان نسمح بالاوبشن اوف بيرمنت. ليه يا جماعه؟ دي سنه ديسيدوس خلاص الروت بتاع السنه ديسيدوس حصل له اسمه ده سبمرج اتحشر. طب انا دلوقتي في سنه بيرمنت تحتيها لو سبت ان السنه ديت مش هينفع فانا بعمل ايه؟ فابدا ان انا اخلعها علشان في وقت مناسب عشان اضمن ان السنه بيرمنت تطلع في نورمال بوزيشن تمام جميل جدا. طيب الريتيند برايمريتيز كون انك عندك برايمريتيز ريتيند قاعده في مكانها ده هيرخم على البيرمانتيتيز. يبقى برولونج ريتينشن اوف الديسيدوسيز دو تو فيلير اوف ريسبشن يعني الروت ما حصلوش ريسبشن الروت زي ما هو سليم. فكون ان الروت سليم بتاع الديسيدوسيز ده مش مخلي البيرمانتيتيز عارف انها تطلع فقال لك ات ويت انترفير هياثر على الايربشن اوف البيرمانت سكسيسور تمام يا جماعه. هياثر طبعا الايربشن بتاع الاسنان البيرمانت وممكن يعمل لك كمان يا جماعه اكتوبيك ايربشن. ايه اكتوبيك ايربشن؟ يعني السنه تطلع في مكان مش المفروض تطلع فيه فيعمل لك كراودنج تزاحم في الاسنان وطبعا ومال اكلوجن. طب البريماتيور لوز اوف برايمريتيز يعني حصل ان السنه برايمريتيز وقعت قبل ميعادها. بريماتيور لوز يعني وقعت قبل ميعادها بس حصل تسوس مثلا ان بلاند اكستراكشن يعني مثلا دكتور من غير لما يعمل اي بلان خلع السنه تروما خبطه
ريسبشن مرض اسمه بابليون ليفر سيندروم، ده مرض من امراض برضو الطفل بيجي لك العياده اسنانه بتقع فيها غيرتها. طبعا هنشرحه في الباريو، بس هو عامه يعني بابليون ليفر سيندروم الطفل ده بيجي عنده طبعا جينجيفايتس وبيريدونتايتس واسنانه كلها بتقع اصلا. تمام، جميل جدا. طب ايه كمان يا جماعه؟ الارش لينس ديفيشنسي. قال لك ايه في سبيس مينتين؟ لو انت دلوقتي يا جماعه ايه خلعت مثلا للطفل سنه، وبعد ما خلعت للسنه ديت ما ركبتوش سبيس مينتينر، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ قال لك هيحصل السبيس اللي كان موجود ده هيحصل له لوز، هيحصل ميزيال شيفت زي ما انا قلت لك. فيحصل ايه يا جماعه؟ فالارش لينس ديفيشنسي ده يقل. يبقى لو انت لو السبيس مينتينر او السبيس سبيس مينتينر ده از نوت فورمال، ما اتعملش بعد بريماتير لوز وبريماتيز. لو انت مثلا عندك بريماتير لوز عندك برايمري لوز والبرايمري لوز ده حصلها بريماتير لوز يعني فقدت قبل ميعادها بدري، او انت او حصل اي سبب ووقعت وما لحقتش تركب سبيس مينتينر، السبيس واللوز هيتفقد السبيس، ولما فقدت السبيس هيحصل حاجه اسمها ارش لينس ديفيشنسي. فبيقول لك او ذا لوز اوف الارش لينس ميري هينتج عنه ايه يا جماعه؟ انفكشن، خلاص الاسنان الاساسيه هتتحشر تحت، او زي ما قلت لك برده اكتوبيك ايربشن اوف فيرمنت سكسيس ويبدا يعمل لك كراودنج هو كمان. طب الدايلاسيريشن، الدايلاسيريشن بص كده اللي هي دايلا، احنا عارفين الدايلاسيريشن. قال لك ده عباره عن انجوليشن اور شارب بيند، يعني انجوليشن بص كده المفروض السنه كلها مره واحده حصل لها انجوليشن، خدت زاويه او كيرف، ذا كيرف ان ذا لينير ريليشن، يعني المفروض لينير ريليشن علاقه بالطول، مره واحده خدها علاقه تانية مختلفه. تمام يا جماعه، جميل جدا. اوف ذا كراون اوف توست تو اتس روت، يعني في علاقه بقت مختلفه بين السنه والروت بتاعها. فسببه ايه يا جماعه؟ فيلر اوف ايربشن، السنه مش عارفه تطلع، ما هي السنه الروت بتاعها ملوي فتيجي تطلع ماسكه في العظم مش عارفه تطلع، فاهم قصدي؟ طب ايه البروجنوز بتاع؟ قال لك النجاح الامباكت الدايلاسيريتد توس اللي انا اطلعها من مكانها بيعتمد على ايه؟ قال لك اول حاجه البوزيشن اند دايركشن اوف امباكت تيس، السنه اللي انا عايز اطلعها دي البوزيشن بتاعها رخم ولا لا؟ الدايركشن احنا خدنا يا جماعه الامباكت تيس الدايركشن بتاعها، فاهم قصدي؟ طيب الديجري اوف روت فورميشن، تخيل هو الروت كله معمول ولا يعني دلوقتي عندي دايلاسيريشن، بس هل الروت بتاعي كامل اصلا ولا لا؟ مش ممكن يكون الدايلاسيريشن دي بس لسه الروت ما كملش فانا اقدر اخلع السنه بسرعه. تمام، الديجري اوف دايلاسيريشن، طب الدايلاسيريشن قد ايه؟ ما هو الدايلاسيريشن برده بيختلف، ممكن تبقى مثلا الروت كده، ممكن تبقى الروت كده، ممكن تبقى الروت كده خالص، انت فاهم؟ طيب ذا افريتي اوف السبيس اوف امباكتيتيس، عايز اعرف كمان يا جماعه السبيس بتاع الامباكتيتيس وهل اصلا ليها سبيس ولا لا، انت فاهم قصدي؟ عشان اعرف الحاجات دي كلها. طب ايه علاجه؟ سيرجيكال او ممكن بالاورثودونتك، يعني ممكن تبقى سيرجيكال اكسبوجر، طبعا يا جماعه سيرجيكال اكسبوجر والاورثودونتك حاجه اسمها سيرجيكال اكسبوجر والاورثودونتك تراكشن، يعني ايه؟ بيبدا بطريقه معينه يا جماعه ان هو بيفتح زي فلاب كده ويفتح ويقطع والكلام ده كله، ويبدا بالاورث ان هو يطلع يعمل لك سيرجي واورث مع بعض، او ممكن اكستراكشن واحد دماغه. تمام يا جماعه، طبعا بيعوض الكلام ده كله بروسيستك ريبليسمنت، يعوضها طبعا بفيكسد او امبلانت. تمام، طيب الجينجيفال فايبروماتوز، زي ما قلت لك الجينجيفال فايبروماتوز دي بتعمل ايه يا جماعه؟ زي ما قلت لك ديلي نورمال ايربشن، زي ما قلت لك ليه الجينجيفا تخنت، فبدل ما السنه كانت هتطلع هنا لا دلوقتي بقت هتطلع هنا فحصل لها ديلي ايربشن. تمام يا جماعه، جميل جدا. طب ايه الادويه اللي ممكن تعمل لك جينجيفال فايبروماتوز؟ الفينيتون طبعا. تمام يا جماعه، اللي هو الدايلانتين اللي هو بنستخدمه مع مريض الابيليبتيك والكلام ده كله، اللي هو التونيك كلونيك كونفولجن والعيال دي كلهم. تمام، او ممكن تبقى ايدو باسك يعني من غير سبب. تمام، طبعا ممكن تبقى هيريديتري او ممكن تبقى جينيتك، الكلام ده هبقى فرول. تمام يا جماعه، طيب تعال نتكلم على ايه المشاكل اللي ممكن during eruption of this. هل في problem during eruption؟ قال لك اول مشكله عندك difficult في eruption، يجي لك الام كده تقول لك الواد بيسنن teething، طفل هو بيسنن، او حاجه اسمها difficult في eruption، السنه وهي بتطلع طبعا بتقابل difficulty او حاجه اسمها teething، يعني السنه الطفل بيسنن. ايه الاعراض بقى؟ في اعراض لوكال وفي اعراض سيستميك. الطفل ده اعراض اللوكال هتلاقي بيبدا يحصل فيه ريدنس او سويلنج في الجينجيفا، طبعا الطفل ده بيكون عنده ريدنس احمرار كبير جدا وسويلنج في الجينجيفا، خاصه السنه اللي بيحصل لها فيها erupted. طبعا بيكون في اريتما، يعني حتت محمره في الخدود بتاعته في التشيك. تمام يا جماعه، طبعا الطفل ده يا جماعه ده بيكون عايز يحط دايما صبعه او ايده دايما في بقه، تمام، من كتر الوجع. الانفلاميشن في الجينجيفال تيشو طبعا زي ما قلت لك في جينجيفايتس بيفور كومبليت ايمرجنس اوف ذا كراون، يعني اول لما الكراون بيطلع الطفل الوجع ده بيخف، عشان كده بقول لك الوجع اللي بيكون عنده ده تيمبوري بين وجع مؤقت.
تمام يا جماعه. ذات سبسايدد يعني بيخف وزن فيو ديز بعد ايام لما السنه يحصل لها بيرس تو سبيرس يعني بيرس معناها تقطع الجنجفا وتطلع ما يدرت دي الجنجفا ودي السنه عايزه تطلع السنه بيحصل لها بيرس تطلع تقطع الجنجفا وتطلع فاهم قصدي جميل جدا. يبقى الريدنس زي ما قلت لك في ريتما في بيحط صابعه وايده كلها في جوه بقه من كتر الوجع في تيمبوري بين بس تيمبوري بين بيختفي امتى بعد ايام لما السنه يحصل لها تطلع. اخر حاجه يا جماعه بيبقى في عنده هايبر سالايفيشن في سلايفا بكميه كبيره جدا ودرولينج يعني درولينج سلايفا يعني السلايفا بتطلع من الكوميتشر بتاعه بتطلع من بقه كده كميه سلايفا رهيبه تمام. طيب ايه بقى الاعراض السيستميك اللي عنده؟ طبعا في ريستلس الطفل ما بيكونش قاعد على بعضه فريتفول يعني عصبي جدا تمام يا جماعه اثناء التايم اوف اوبشن هاي فيفر عنده سخونيه الريتابيليتي بقى وكراينج بيعيط وزهقان ولوز ابيتايت ملوش نفس ياكل واسهال دايريا اسهال ودايما عطشان وسيركم اورال راش يعني ايه في كده راش كده حوالين الاورال كافيتي بتاعه كله بهدله اورال كافيتي بتاعه كله حوالين بهدله كده ومحمر وباتشز حمراء والكلام ده كله سير كامونو يعني حول الأورال كافيتي يعني. طيب بيقول لك معظم الدراسات دلوقتي يا جماعة refer these symptoms to the reason that teething is either normal physiologic process while these symptoms are due to bacteria يعني حتى يا جماعة بيقول لك يا جماعة معظم الدراسات بتقول يا جماعة إن سبب التسنين نفسه عملية فيسيولوجية normal physiological process قال لك التسنين ده حاجة normal physiological process بس الأعراض اللي بتظهر على الطفل دي ده بسبب إن حصل بكتيريميا يعني بكتيريميا في الـ اسمه ده في الدم في بكتيريا تفهم قصدي يعني ايه برضو الكلام ده كله يعني هو عايز يقولك ان الطبيعي ان السنه تسنن ده طبيعي ده نورمال فيسيولوجي بس السيمتوم بقى الاعراض اللي بيبقى الاحمرار والكلام ده كله ايه لان السنه وهي بتسنن بيبقى فيه شويه بكتيريا البكتيريا دي هي اللي بتعمل لك الريدنس والهوتنس وتعمل لك الكلام ده كله تمام. طب ايه العلاج بتاعنا يا جماعه؟ العلاج بتاعنا طبعا لوكال انستيزيا تمام يا جماعه. اف ذا تشايلد هافينج طبعا ديفيكالتي مشكله كبيره جدا طبعا اديله لوكال انستيزيا عشان تريحه. ننظف التيسينج طبعا كلين التيسينج ايجنت بننظف طبعا اور كافيتي والكلام ده كله تمام. بنبدا ندي سيستميك ادمنستريشن ادويه طبعا لو اللوكال تريتمنت ما ينفعش تمام لوكال تريتمنت يعني لوكال انستيزيا الحاجات البسيطه دي ما ينفعش لا بنبدا بقى نشتغل ولا لو حتى الكليم ما ينفعش ولوكال انستيزيا ما ينفعش والكلام ده كله سيستميك بقى ادمنستريشن ادويه بقى والكلام ده كله. طبعا بديله انالجيسيك مسكن بس طبعا بديله مسكن شوجر فري ليه ما فيش سكر لان هو مش هيحصل له الاسنان دي بيحصل لها تسوس بسرعه فتروح اديله شوجر اكيد مش هديله شوجر باراسيتامول بديله شوجر فري باراسيتامول. طيب الايروبشن هيماتوما قال لك الايه ايروبشن هيماتوما دي اولا كده بتبقى لونها ايه بتبقى لونها بلويش بيربل تمام يا جماعه. طب ايه الايروبشن هيماتوما دي قال لك بص كده قبل الايروبشن اوف البرايمري او البيرمانديتيس في فتره بيبدا يحصل يا جماعه زي سويلنج كده حته من فوق elevated area of tissue يعني النسيج بيبدا يحصل elevation حته مرتفعه كده قال لك بتبقى في شويه اسابيع قبل الايروبشن اوف برايمري او بيرمانديتيس الحته اللي حصل لها elevated دي بتبقى blood filled cyst عامله شبه السيست كده مليان دم تمام يا جماعه. طيب قال لك موست بتبقى دايما موجوده قبل البرايمري سكند مولر والبيرمنت فيرست مولر دايما البلاد فيلد سيست او الايربشن هيماتوما دايما بتبقى موجوده يا جماعه في دايما في البرايمري سكند مولر والبيرمنت فيرست مولر يعني ايه يعني قبل البرايمري سكند مولر ما يطلع بكون عارف ان الام هتجيلي وتقول لي الطفل ده في حته تحس ان هي كوره كده مليانه في حته اليفيشن كده عامله شبه السيست مليانه دم هيماتوما تمام بتطلع طبعا دي حاجه نورمال طبعا عادي يعني تحصل لكل حصلت للكل برايم في برايمري سكند مولر او البيرمنت فيرست مولر يعني قبل الاثنين دول قبل البيرمنت مولر والبرايمري سكند مولر طبعا ويزن فيو ديز في خلال ايام السن لما بيحصل لها بريك ثرو يعني تعدت بيحصل لها بيرسنج وتطلع الهيماتوما سبسايد بتخف. فيا جماعه طالما هي سيلف كوركتنج اذا تريتمنت از يوجوال انسر مش مهم تعمل لها تريتمنت تمام جميل. طيب يا جماعه النيتال والنيوناتال تيز ايه الفرق بينهم؟ النيتال تيز ديت الاسنان اللي بتتولد اللي يعني الطفل بتتعمل بريزنت ات بيرث يعني الطفل بيتولد بيها. النيتال دي طبعا دي النيتال والنيوناتال يا جماعه دي حاجات يعني مش اسنان حقيقيه اسنان كده يعني الطفل كده اتولد عنده اسنان دي بنسميها النيتال تيز قال لك those are present at birth يعني هو بتولد الاسنان دي موجوده. النيوناتال دي اربط بتطلع في خلال 30 يوم من الولاده يعني تخيل كده الطفل اتولد عنده مثلا سنتين بنسميهم نيتال. طب الطفل اتولد ما كانش عنده اسنان بس في خلال اول 30 يوم لقينا طلع له كده سنتين مثلا بنسميهم نيوناتال تمام. قال لك 85% من النيتال او نيوناتال دي بتبقى في اللور انسايز انا متاكد اللور انسايز دي 85% من الحالات. قال لك it can also be pre-deceduous teeth. pre-deceduous هي كلمه نيتال. النيتال بيبقى pre-deceduous زي ما قلت لك يعني كلمه pre-deceduous يعني ايه قبل ما الطفل يتولد يعني بيتولد الاسنان دي موجوده عنده
تمام يا جماعه. ايه سببها؟ اوبسكول ريبت، مش حدش عارفه. وفي ناس بيقول لك فاميليال اوكرانس، يعني بسبب مثلا مرض وراثي الكلام ده كله. حتى درجه ان هم بيقولوا ان النيتال والنيونيتال تيز دي تعتبر ممكن تلاقيها في ثلاث اجيال اوف سنجل فام، يعني فاميلي واحده ممكن ثلاث اجيال، اللي هو ابن وابن ابن وابن ابن ابن ممكن يكون عندهم المرض ده، لان المرض ده هيريتي ترانسميشن بيتنقل. تمام يا جماعه. حاجه اسمها اوتوزومال دومينانت تريت، يعني لو شخص واحد بس عنده المرض، لو واحد بس، لو يعني الجين بتاعه ده بيبقى جين سائد، لو شخص واحد بس عنده المرض، يعني الاب مثلا عنده المرض، عياله بيطلعوا عنده المرض. تمام، هو بيبقى جين سائد عنده، يعني حاجه اسمها اوتوسومال، يعني انت عارف دومينانت تريت. طب زي ما قلت لك، ايه اكتر، ايه الموست بريفالنت لوكيشن، ايه اكتر مكان بيحصل فيه النيتال والنيوتال؟ هي المانديبولار انسايزر. تمام يا جماعه. طب اوقات النيونيتال اللي بتتكون في خلال 30 يوم دي بتبقى شبه السنه بالظبط، بس طبعا في بقى شويه اختلافات. اول حاجه يا جماعه بتبقى بولي ديفلوب، يعني مش معموله مظبوط. تحس بص كده شكلها سمول، صغيره خالص، شكلها كونيكال، تبص كده تلاقيها تحس لونها اصفر على براون، تحسها مش شبه سنه، هايبو بلاستيك انامل، مفيش، تحس ان مفيش انامل اصلا ولا فيها دنتين، ما انتش عارف ايه دي. تمام، تكشر لما تدوس عليها، والروت بتاعها تحس ان هو مش روت اصلا، انت فاهم، سي حاجه غريبه. تمام، النيتر والنيونيتر يا جماعه قال لك لو اللي ما عندهمش روت دي مصيبه. ليه يا جماعه؟ ممكن يحصل لهم اكزوفيليوت بريماتيور، يعني ممكن يحصل لهم اكزوفيليوت يوقعوا قبل ما يحصل مثلا الطفل ماتيور والكلام ده كله. فلو وقعوا والطفل ما يعرفش، ممكن يعمل لك ايه يا جماعه؟ عندهم بوتنشال ان يحصل هازارد فور اسبيريشن، يعني خليكم زياد. الشاحن اشتغل؟ شحنته؟ تمام. طيب يبقى النيتر والنيوتر تيز ذات ليك روت ستراكشر واليوجوال اكزوفيليت، يحصل لها انها تقع بريماتورلي، يعني قبل ما الطفل ده يحصل له، قبل ما اصلا، قبل ما هو لسه مولود كده. ممكن تخيل كده الطفل لسه مولود والسنتين اللي عنده دول وقعوا، فلو وقعوا هيروحوا فين؟ في الهازارد، في الاسبيريشن، سوري، فيعملوا ممكن اسبيريشن، يخش في الجهاز التنفسي بتاعه ويعمل له بلاوي سودا، ممكن يموت الطفل. تمام. طيب قال لك النيتل بتبقى موجوده اكتر من النيونيتال بنسبه 3 لواحد. تمام. طب لو الطفل يا جماعه عنده السنه النيونيتال او النيتال ديت شارب انسايزر ايدج اوف نيتال او نيونيتال دي، طبعا هتعمل لاسيريت، هتبدا تجرح في التانج، وكمان يا جماعه الطفل وهو بيرضع مامته هتلاقي صعوبه في البريست فيدنج وهي بترضعه. تمام، او ممكن زي ما قلت لك اندنجر، يبقى خطير جدا على الطفل ان هو ممكن يحصل له اسبيريشن، يبلعه بالغلط. تمام، فافضل ذا بريفيربل ابروتش، يعني احسن ابروتش، احسن افضل حاجه عندي ان السنه تبقى نوت موبايل، ما بتتحركش. طب لو السنه ما بتتحركش، قال لك ان انا بسيبها عادي، لوفيت ليفيت اند اكسبلين تو، ونبدا افهم اوضح للابهات يعني ذا ديزايربيتي اوف مينتين ذيس، ان هم يعني ايه، ايه الفايده، ازاي يعني انهم يحافظوا على السنه دي ليه يا جماعه؟ طبعا مهمه جدا في الامبورتنس بتاعي، في الجروس بتاعي، طول ما السنه دي موجوده ليه، اكيد ليها فايده. تمام يا جماعه. بس زي ما قلت لك، ممكن تلاقي شويه مامته تلاقي شويه معاناه في ان وهي بترضعه، عشان طبعا هيعضها يعني ويعورها. تمام يا جماعه. غير كده كمان طبعا لسه الطفل لسه مولود، انت فاهم، الانفون طبعا في الوقت ده شود بي كونديشن، نبدا نفهمه يعني ان هو ما يعضش عليها يعني. تمام، جميل جدا. طيب طب لو قال لك ديرفور اف ذير از نو موبيليتي، لو ما كانش فيه اي موبيليتي او ريسك في الاسبيريشن ان هو مثلا يبلعه بالغلط، هنا ليف اند مونيتور، نبدا نسيبها ونبدا طبعا بنبدا نعمل بروجنوزز كل فتره، اللي هو ايه، بنضمن كان نشوف ان الدنيا تمام ولا لا. تمام، طب ده لو ما كان، ايه يا جماعه، قال لك ده لو كان ما فيش اي موبيليتي. طب لو مثلا الام بتيجي تشتكي ان هو ايه الطفل مثلا بيعور لسانه، لسانه كله متعور ومتبهدل. تمام، او بيعورني مثلا وهو بيرضع، ممكن نعمل حاجه اسمها سيلكتيف جريندنج، اللي هو ناكل من السنه شويه، نشيل منها الشارب ايدج، الحته الشارب ايدج دي نعملها راونديشن. فاهم قصدي؟ حاجه اسمها سيلكتيف جريندنج. طب لو كان في موبيليتي بقى، او ممكن يحصل اسبيريشن، هنا بقى اكستراكشن از ريكومندد. تمام يا جماعه. طبعا نوقف البليدنج ازاي؟ بنديله فيتامين كي، وان اهم حاجه ليه عشان نحمي من الايروي. تمام، جميل جدا.